يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنا. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه بالبروكلي والمشروم، وبعد كده هنعمل مع بعض عصير مطرقع كده، عصير البرتقال بالكرنب الاحمر. خليني اقول لكم بسرعه ايه المكونات اللي معايا في المكرونه بالبروكلي والمشروم. انا عندي طبعا مكرونه، انا هنا جايب فيتوتشيني، عندي بروكلي، ثوم مفروم، بصل مفروم، ملح وفلفل، وعندي هنا مشروم فريش، عندي جوز تلتيب، وعندي بابريكا، وعندي كريمه، وعندي في الاخر شويه بارميجان، وانا عندي هنا مرقه سايبها بتغلي في الحله. وهنبتدي على طول هننزل فيها الفيتوتشيني، نديله كده كسره، وهحط معاه، وده بقى الجديد شويه، هحط معاه البروكلي، هحط معاه الثوم والبصل. هديله كله كده تقليبة ظريفة، هسيبه على جنب على ما بس نبتدي نحضر المشروم. هجهز المشروم، هنقطعه كده شوية على بس ما الدنيا هنا تغلي دقيقتين ثلاثة. هحط للمية شوية كده من زيت الزيتون، هديها برضو رشة ملح، والوصفة دي يعني إلى حد كبير نقدر نقول عليها إن هي هيلثي. احنا مش حاطين فيها زبدة، مش حاطين فيها أي مواد دهنية، كلها مستوية تقريبا سلق. الحاجة الوحيدة يمكن شوية الكريمة اللي احنا هنحطها، ودي حاجة طبعا نقدر نزودها ونقللها زي ما احنا عايزين. انا بقالي كده تقريبا حوالي 3 دقايق بغلي البصل والبروكلي والباستا والثوم، هزود دلوقتي المشروم. طيب احنا بقالنا كده تقريبا حوالي 10 دقايق سايبين المكرونه مع البروكلي والمشروم تستوي، وهنلاقي تقريبا ان اهو معظم الميه بتاعتها راحت والمكرونه خلاص استوت. يبقى احنا كده اخر حاجه هنعملها خالص ان احنا هنزود الكريمه. انا مش هحط كتير، هحط تقريبا يعني مثلا ايه نص كوبايه، وبعد كده هحط بابريكا، هحط شويه صغيرين مش كتير خالص من جوزة الطيب، وسنة ملح، فلفل، هنديها التقليبة بقى أخيرة، نسيب بس الكريمة كده تاخد شوية سوا، نحط لها جبنة البارميجان، عملنا الوصفة كلها في حلة واحدة، ما احتاجناش ان احنا نصفي الباستا نرجعها تاني، ظبطنا بس المقادير. فاحنا بنتكلم على العبوة بتاعت الباستا تقريبا حاطين 3 كوبايات ونص، وبنسيبها 10 دقايق مش متغطية عشان المية بس تروح. بحط شوية كريمة في الاخر بس تحول لي شوية اللي فاضلين ده لصوص. البصل كمان، الثوم، الحاجات دي احنا بناكلها في الوصفة دي مسلوقة، احنا مش مشوحينها، فالطعم جديد مختلف. ممكن بقى بعد ما نخلص خالص في الاخر كده فوق لو في اسبارجس اللي هو الغليون ممكن نحط برده مع البروكلي، تبقى فكره حلوه قوي. عايز تزود بقى بارميجان في الاخر بعد ما نخلص، بس انا اعتقد اللي احنا حطيناه تقريبا حوالي كوبايه بارميجان، فده كفايه قوي في الصوص. طيب احنا الحاجه كمان اللي ممكن نزودها تبقى ظريفه جدا هو الهيليون او الاسبارجس، ده مع البروكلي برضو هيبقى اضافه قويه قوي. احنا كده خلاص خلصنا، نجيب بس ال
الريحة، الريحة فظيعة. وبكده نبقى خلصنا المكرونة بالبروكلي والمشروم. خلينا نطلع فاصل بسرعة ونرجع نعمل عصير البرتقال بالكرنب الأحمر. متروحوش في حتة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل مع بعض النهاردة عصير مختلف كده ومطرقع شوية. هنعمل عصير بالبرتقال وهنضيف عليه عصير الكرنب الأحمر، وهقول لكم ليه. بس خليني الأول أقول لكم إيه المكونات اللي معايا النهاردة. معانا شوية كرنب أحمر، وأنا بغلي شوية مية أهو عشان نعمل العصير بتاعه، وبعد كده هنبرده. ومجهز لكم هنا شوية جاهزين، عندي تلج، عندي نكتر خوخ، عصير برتقال، نعناع فريش، وفي الآخر شربات سكر. طيب الكرنب الأحمر العصير بتاعه مبدئياً مفيش طعم، ما بيأثرش على الطعم خالص، فده حاجة من الفود كالرينج أو من الحاجات اللي بتغير لون الأكل، نقدر نستعملها في أي حاجة. يعني ممكن نطبخ بيها، نحطها في الباستا، في العجينة، نحطها في عجينة العيش، في عجينة البيتزا، حتى تطلع الحاجة لونها مختلف وبحاجة طبيعية 100%. مفيش أي حاجة خالص، أنا عندي شوية مية مغلية وحط فيهم شوية من الكرنب. وهسيب ده على جنب كده شويه اهو، وهوريكم في الاخر بيبقى لونها ازاي. وانا واخد شويه مبردهم زي ما حضراتكم شايفين اهم، بتطلع لونها حاجه ازرق كده مختلف خالص. طيب انا مش محتاج خلاط ولا اي حاجه، احنا الدنيا النهارده بسيطه خالص. انا هجيب ده عصير البرتقال، هحط فيه شويه من الشربات، وهحط فيه نكتر الخوخ بتاعي، وبمضرب كده هضربهم بس شوية، أخلطهم كلهم مع بعض. هجيب ده سيرب فراولة، حط شوية كده بس في الكوباية. هاخد بعد كده على طول التلج، للآخر اهو. وبعد كده صب ميكس عصير البرتقال والخوخ، بحاول كده على قد ما اقدر اصبه بشويش عشان ما يقلبليش شوية السيرب اللي تحت، بيبقى شكلها برضو ظريف قوي في التقديم. طيب اخر حاجة خالص، سايب الشوية اللي فوق لما ببقى عايز اصب حاجة مش عايزة تنزل في النص. يعني انا النهاردة هاجي اصب دي من على مسافة، هتنزل على طول في السايل. ففي كده حركة صغيرة ممكن بنعملها، ان احنا بنجيب معلقة ونقلبها على ظهرها، وببتدي اهو بشويش قوي بحط زي ما حضراتكم شايفين اللون ابتدى يتغير لحاجه مختلفه تماما. هو لون السائل نفسه بيبقى ازرق، لما بينزل على عصير البرتقال بيديني لون موف كده مختلف خالص، وزي ما قلت لكم ما بيغيرش حاجه في الطعم، وبيزود لي شويه كمان منفعه في العصير نفسه. انا بس عايز اوري حضراتكم كده، احنا مفيش حطيناها دقايق صغيره قوي في الميه، وزي ما انتم تشوفوا الميه قلبت على طول اللون الازرق، ما بتحتاجش حاجه، باخدها بعد كده بشيلها بصفيها وببردها بس. في الاخر هنا هنرجع هنحط ورقه النعناع اللطيفه اهو هنا وهنا، هنختم خالص بالشاليموهات بتاعتنا. وبكده نبقى خلصنا عصير البرتقال بالكرنب الأحمر.
حطينا فيه شويه سيرة فراوله، عملنا حاجه شكلها مختلف جدا، شكلها حلو قوي زي اللي بنطلبها في اي حته بره ويمكن كمان احسن بكتير. احنا النهارده كده نبقى خلصنا الوصفات بتاعتنا، ارجو ان هي تكون كانت مختلفه، كانت مترقعه وعجبتكم. خشوا على فيسبوك وانستجرام سي بي سي سفره، وقولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي بنعملها لحد دلوقتي، ولسه عايزين تشوفوا مننا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.